يا الطفارة يا اللي دخلوا المقطع عشان يتفرجوا على مقطع الطفارة. مين قال لكم تصرفوا فلوسكم على قهوة؟ كل يوم تشربون قهوة هنا وحالة هنا وتأنتخون هنا، وبداية الشهر تتكشخ وآخر الشهر ماشيين بجيبشيب. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين وبصحة وسلامة. أول شيء أنا شاكر ومقدر لكم على الدعم وعلى اللايكات وعلى الكومنتات. يعني في المقطع اللي فات في ناس كثير ضايقوا على تصرف الموظف وقالوا لي اشتكي وما اشتكي والكلام هذا. أنا نفسي اشتكي طبعا، أنا بني آدم وعصب وضايق ومطرقع وكنت حالتي حالة، بس الفكرة انه دائما حط 100 عذر، دائما حط 50 عذر، دائما حط عذر واحد، يعني لعل وعسى في يوم ما انت تطرطع على احد وتعصب على احد فبالتالي يعذرك ولا لا، يعني تمام. انا كنت وقتها مطرطع الصراحة قفلني، بس يعني الحمد لله. فبما انه المقطع اللي فات عجبكم وانه غريب، فانا قلت اليوم ليش ما نجيب نطلع لكم ألذ ساندوتش دجاج بس يكون سعره اقل من 15 ريال. ليش ساندوتش دجاج يكون سعره اقل من 15 ريال؟ عشان ساندوتش يعني اكثر من 15 ما هو وجبة، بس بدون وجبة اللي هي ساندوتش، بس بيكون اقل من 15 ريال، من 15 ريال واقل. فهنقارن لكم بالمطاعم السريعة، فايش افضل مكان ابدأ فيه اكثر من البيك؟ ان شاء الله البيك يفوز، لانه ترى من مشجعين البيك، يعني قلبا وقالبا احب البيك، يعني تمام اتمنى البيك يفوز الصراحه. يعني وانا دحين البيك ما عنده درايف ثرو، طلبت منهم عن طريق البرنامج وخلاص تقريبا شبه جاهز، خليني اخده ونرجع لكم ونبدا في المقطع برعايه ألذ دجاج اقل من 15 ريال. وجبنا البيك يا جماعه، انا من عشاق البيك بيك، وممكن اقول لكم انه طبعا انا جايبه بدون جبن، والاكل اليوم هيكون بدون جبن بحيث ان احنا نطلع طعم الدجاج اكثر من انه المنكهات والصوصات والاشياء هذه كلها. فالبيك بيك هذا بكم؟ ب 12 ريال فقط. 12 ريال حجمه مره كبير. طبعا البيك لا يعرف، عشان انا في السياره ما ابغى اخبص الدنيا، فهقسمه نصين وادوقه. طيب انا من زمان ما اكلته، فهنقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي ما يعرف البيك بيك يا جماعة، هو قطعة صدر كبيرة تمام، معاه مخلل ومعاه كولسلو أو سلطة ملفوف، ومعاه صوص الكوكتيل والعيش حقه. إيش اللي يعجبني في البيك بيك؟ الصدر. أنا عشان خبرة صدور دائما أكل صدور في الدايت، فالصدر حقهم كامل مكمل، ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو مفروم، ما هو بواقي، ودائما يسووه بالطلب فدائما يكون حار. لازم يحركوني اللي قبلكم في المطعم اللي بعده. واحد دقيقة طيب ابغى اكل. بالنسبة لي سعره ب 12 ومرة كبير ومرة لذيذ ومرة حار، انا بالنسبة لي طعم، بس هنشوف في الاخير. يلا المطعم اللي بعده. اوكي على المطعم اللي بعده. طيب يا جماعه المطعم اللي بعده يا جماعه الخير هو مين؟ هو هارديز. من زمان انا ما رحت هارديز الصراحه، فاتمنى يكون عندهم ساندويتش باقل من 15 ريال ويكون. اخر مره رحت هارديز من سنه من مقطع هارديز شكله. يجي هنا الكل. هلو هلو هاي سير، دو يو هاف ا تشيكن ساندويتش ذات سوري هلو يس سير كان يو هير مي؟ Yes, sir. What is your order? Please tell me. Do you have a chicken sandwich that is less than 15 riyals? Do you have a chicken sandwich less than 15 riyals? Come to window, sir. Please come to window. ماه يا أخي نبعاني والله. Hello. Hello. How are you, sir? Are you good? Yes, I'm good. Do you have a chicken sandwich less than 15 riyals? You don't have any chicken sandwich that not meal, only sandwich. Yes, no. We have 21 riyals. This is the list. Okay, thank you. شكرا. طيب هارديز اقل ساندويتش عندهم ب 21 ريال ساندويتش بس بدون وجبه. فا الى الخطه اللي بعده، الى المطعم اللي بعده. بعدين اوف والله جنبه على طول ماك. ماك جنبه على طول ماك. اتوقع عندهم اوف في عرض لمده محدوده 25 ريال وجبه ماك تشيك. ماني عارف انا، ما نبغى عروض، احنا نبغى رخيص. السلام عليكم. هلو. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا عسل؟ خير الله يسلمك. الله يرضى عليك. لو سمحت عندك ساندويتش دجاج بأقل من 15 ريال؟ ايوه أقل من 15 ريال، يعني 15 وأقل. في
ايوه ايش اسمه؟ في دبل تشيز. لا لا ابغى شيء ما فيه جبن. شيء ما فيه جبنه؟ ايه عادي انا اغير لك الجبنه بس اعطيك المسميات. طيب مو مشكله اديني مسمى، اديني واحد فيهم، اديني افضل واحد على ذوقك، اهم شيء يكون اقل من 15. دجاج ولا لحم؟ دجاج. في 16. لا معليش هو 15، انا طفران، لو هتدفع الريال من جيبك ادفعه. خلاص تفضل. ها؟ تفضل. لا امزح امزح، لا اديني شيء ب 15. هو صراحه حلاوه المكسيكن لانه ما فيه جبنه، خلصوا مايونيز. ابغاه بدون جبن. تمام ما عندك. يلا يلا الله يسعده. قلت له ادفع من جيبك قل لي حياك. السلام عليك. كيف حالك؟ الله يسعدك. احب ابشرك والله لا اصورك، تتصور عادي؟ ترى هذا مقطع في اليوتيوب. عشان كذا ايش اسمك؟ صالح النجار. الله يسعدك. صالح النجار؟ كيف حالك يا عسل؟ الله يكرمك والله، يعني يعطيك العافيه على ذوقك، بس الفكره من المقطع ان احنا بنجرب سندوتشات دجاج تكون 15 ريال، تكون من 50 ريال واقل، ونطلع سندوتشات اللذيذه. جوع الجوع الف. شوفوا المفروض البيك بيك يشبعني، بس انا عشان تمرنت تمرينه قويه ولعبت كارديو مره قوي، فلا انفجعت ما هو مشبعني ابدا. ونبغى المطعم الثالث، ايش تتوقعوا؟ اتوقع كل عافيه. طيب نشوف لنا مكان نوقف فيه. للامانه ب 16، وكان هيدفع عني الريال من جد، بس قلت له لا خلاص احسبه، فهو نعتبر انه ب 15. نمشي مشي الدنيا، زق الليله معانا. دائما اصور، نفسي اصور فيديو فطور 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 حقيقي. ماشي. طيب التشيكن ايش اسمه؟ اسمه ماك تشيكن. ماك تشيكن بكم؟ يعني حنقول ب 15. خلاص حنقول ب 15. عباره عن، ترى هو يجي معاه جبنه، بس انا قلت له يشيل الجبنه عشان نخليها كلها عدل. عباره عن صوص وخس، قطعه ماك تشيكن. شوفوا كيف صغيره مره مقارنه بالبيك، صغيره مره وب 15. يعني بسم الله، انا ما ادري هيكون واضح ولا لا، بس ال لو تلاحظوا الدجاج هنا مفروم فرم، يعني ممكن يكون حتى دجاج مع اشياء ثانيه، مع جلد، مع زي كذا. البيك مو زي كذا. بس صوص المايونيز هنا او الرنش، لا مايونيز لذيذ. بهدلت نفسي. ما هو سيء والله، لا ما هو سيء. انا مو من مشجعين ماك، انه مو بس جنك فود ومشكوك في امره، والله اعلم بالنسبه لي انا. بس كنكهة لذيذ. هناك بس تعبانين شوية، حاطين كولسلو، حاطين مخلل ومدري ايه وبتاع، هنا شوية خس. والله ما هو سيء. يلا بينا المطعم اللي بعده. يلا بينا. يلا يا اخي، باين 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 وجهي، باين باين، عشان في ستاربكس ما كان باين حق هنا في الشمس، لازم اجيب مظلة. المهم احنا وصلنا الان برجر كينج، ان شاء الله نلاقي عندهم شيء رخيص ان شاء الله. هلو. طب نقدم قدام شويه، يعني لو ما في احد والله ده يزعل اكثر. مقفل ولا ايه؟ شكله مقفل. السلام عليكم، انتوا فاتحين ولا مقفلين؟ حبيبي الله يكرمك، عندك ساندويتش دجاج برخيص بكم بدون وجبه؟ حلو جوي. اديني ابو تسعه ده، اصل الطفره والله حنق علي. في اغلى شويه، يعني انا عندي حد الين 15، في شيء ب 15؟ عشان يكون ألذ. مجموعه كم؟ طيب لو زدت وجبه ب 14. لا ما ابغى وجبه، 10 اديني يوم، فاهم؟ هذا مقطع يوتيوب، كم ياخذ وقت؟ جزاك الله خيرا، توكلنا على الله. طيب يا جماعه اخذنا برجر كينج، طبعا كنت بقول له انه توي، انه انا من ألذ البرجرات اللي دقتها في مره من مرات، هذا المايك ايش جاي؟ انه كان برجر كينج في مره سويت مقطع، والله عندهم مكان ظل يا واد. طيب فمره سويت مقطع يوتيوب، حتلاقوه في المقاطع القديمه، اللي ما شافها يروح يشوفها. برجرات الدجاج، وكان في البرجر، كان في برجر كينج وكان مره لذيذ. المهم وكان من ألذ البرجرات يعني الصراحه. طيب المهم هذا اسمه بيك تيستي تشيكن، تمام؟ هو بستة، بس انا عشان حاط ميزانيه لين 15 فهو دبل لي اياه صار ب 10. الساندويتش كده ب 10. والله الفيديو ده مخصص للناس حقون اللي يصرفوا طول الشهر ويجوا اخر الشهر طفرانين. اي والله. طيب يا دين امي، دحين هذا دبل
هذا دبل برجر كينج. ماشي يا برجر كينج ليكو يوم. طيب هنشوف البرجر. طيب قطعتين دجاج تقريبا زي حقه ماك، تقريبا زي حقه ماك، ولكن حط لي جبنه وانا قلت له لا تحط لي جبنه، فيعني موضوع الجبنه هنسحب عليه. طيب هنا والله الصراحه اكثر شويه حاطين خس وحاطين مخلل وحاطين الدجاج وحاطين صوص المايونيز. بسم الله الرحمن الرحيم. طعم الجبنه اصلا مو واضح. والله المخلل حقهم لذيذ، برضو الدجاج مفروم، الدجاج مفروم. لذيذ. لا يعني ما هو سيء، تعبانين فيه شويه، حتى طعم المخلل لذيذ مختلف. المايونيز اتوقع كان المفروض يزودوه شويه، كان في ماك واضح، هنا ما هو واضح، ما هو لذيذ، ما هو سيء ابدا، لذيذ ب10 ريال. يعني الناس الطبيعيه، يعني انا ماني من الناس الطبيعيين، الناس الطبيعيه هذا يشبع اتوقع. 10 ريال جنك فود يشبع، نكهته لذيذه، ما هو سيء. حاطين مناديل. طيب والله بس ايه، خلينا ناخذ اخر لقمه بالكاتشب. انا طول المقطع مقضيها من الشافي عشان نقدر نقيم مظبوط. والله الكاتشب خرب الطعم، الكاتشب خرب الطعم. اللي يبي يستمتع بالاكل ما يبغى يلغ وخلاص لا يكتر صوصات. فكره المقطع عجبتني، جاتني للناس اخر الشهر، انا كمان بابا انا اخر الشهر زمان يعني، الحين عشان ماسك دايت فالحمد لله ما بطفر، الحمد لله عشان ماسك دايت، لكن ايام ما انا ما كنت ماسك دايت اخر الشهر طفران، متوجه على البيك، متعامل مع البيك، فهذا المقطع مخصص للناس اللي بيطفروا اخر الشهر، كيف تاكل ساندوش يحبوا الدجاج، كيف تاكل ساندوش دجاج، ايش الذ ساندوش دجاج. طيب بالنسبه لي والله زي ما انتم شفتوا في المقطع كامل، انا ايش قلت لكم ايش افضل مقطع، ايش افضل دجاج، يعني اتوقع انه هيكون افضل واحد بالنسبه لي الصراحه البيك، كبير وقطعة دجاج مرة ضخمة ومتعوب على الساندويتش ومتكيف ومتأنتك ومتأستك كده، وبعدين برجر كينج وبعدين ماك. طبعا هارديز ما كان عندهم، ارخص واحد عندهم ب21، انا مو طفران انا كده غني. وكنتاكي الصراحة يعني كنت بروحه بس كنسلت يعني عشان موضوع البروست، ممكن في يوم ما اغير رأيي والله اعلم ونروح نجرب من عنده شيء، بس مستحيل اخذ منه بروست تاني الا لو احد فاهم سوالي كده اداني جمعة في عيوني. فبس اتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه، يا الطفرانين يا الطفاره يا اللي دخلوا المقطع عشان يتفرجوا على مقطع الطفاره. مين قال لكم تصرفوا فلوسكم على قهوه؟ كل يوم تشربون قهوه هنا وحاله هنا وتنتخون هنا، وبدايه الشهر تتكشخ واخر الشهر ماشيين بجيبشيب يا طفاره. والله اتمنى ان شاء الله يكون عجبتكم الحلقه. فكره الحلقه برضو جديده، عندي كم فكره كمان جديده، لو انتم عندكم افكار معينه غريبه وجديده تبغون اجربها قولوا لي، وممكن نسوي جزء ثاني مثلا عن اللحم، ممكن نسوي جزء ثاني عن المقطع اللي فات اللي هو ايش الطلبات المنسيه. بس انا فكره انه مبلغ معين ندور اكل بمبلغ معين عجبتني. ممكن نسوي اشياء ثانيه، في اشياء ثانيه في بالي بس ما ابغى احرقها. فان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه يا جماعه، لا تنسوا تسووا لايك واكتبوا لي كومنت كذا لطيف، اكتبوا لي يا ميدو انت اجمل حاجه في الحياه، يا جمالك جموليه، تمام؟ امزح، اكتبوا لي كومنت كذا لطيف زيكم، وادوني لايك واشتركوا في القناه، ترى والله نفسي اوريكم 70% من اللي يتفرجوا علي او 60% صاروا ما هم مسويين سبسكرايب. طيب يا جماعه انا عشان قاعد اصور الساعه 12 الظهر دحين، فالجو مولع، الكاميرا طفت من الحراره، المهم ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه، لا تنسوا تسوي لايك وشير وسبسكرايب، ترى والله بتعب والكاميرا بتتعب والدنيا بتسخن، يعني رعونا شوي رعونا. يعطيكم العافيه، اتمنى لكم يوم جميل ويوم سعيد يا رب. نشوفكم على خير في مقطع جديد ان شاء الله، في امان الله، سلام.